دكتور، الآن يعني أحياناً الاختلاف قد يشكل تكامل، ولذلك عندما نقول بأنه زي ما تحدثت قبل قليل ما يميز بلاد الشام التشوبي العراقي، لمصر لها فنها الرائع جداً الخاص بمذاقه، لكن الآن هذا الاختلاف كيف يشكل تكامل؟ ما يميز بالتحديد أيضاً منطقة بلاد الشام بآلاتها الموسيقية، بموسيقاها، بغنائها بشكل عام؟ نعم، بلاد الشام فيها ألوان غنائية يعني متقاربة جداً في أوزانها، يعني مثلاً بالغناء البدوي اللي هو أصلاً الغناء العربي، احنا الغناء العربي كله كان يعني اصله القديم هو الغناء العربي في العصر العباسي والاموي وحتى العصر الجاهلي، امتدت الينا يعني مجموعه من الاثار الغنائيه الجميله في هذا الغناء. فمثلا في عنا الغناء البدوي اللي بيعتمد في العزف على آلة الربابة طبعا، وهذه الآلة آلة جميلة جدا ذات وتر واحد، لكن الشاعر العازف على هذه الربابة دائما كان يبدع في السهرات الغنائية الجميلة. الربابة موجودة في العراق وموجودة في سوريا وموجودة في الأردن وموجودة في فلسطين وموجودة في مصر، في مصر موجودة في الصعيد، يعني بأشكال نسمع الربابة يعني بنحس كده هي نفسها بتحكي تاريخ بأشكال يعني غنائية جميلة. يعني قبل ما أبحر في ألوان الغناء التي يعني تعتمد على آلة الربابة، معنا شاعر جميل الشاعر علي الجراح على آلة الربابة، ممكن يختار لنا كل التحايا يعني والتقدير إلى ياريت نموذج غنائي جميل على آلة الربابة من الغناء العربي اللي موجود في الأردن واللي متشابه مع الأقطار العربية المجاورة. نعم. يا سلام يا سلام، مشكور مشكور.